اهلا بيكم. في قراءة بعض الناس للتاريخ الاسلامي بيلخصوا التاريخ في ان المسلم هو البطل والعالم كله يتآمر عليه. دايما نسمع جملة ان الناس دول حاربونا عشان حاقدين على الاسلام والمسلمين، كل الدوافع للحروب تلخصت في ذلك بالنسبة لهم. طيب تعالوا ناخد نموذج باشهر حرب زادت يعني دوافع دينية ظاهرية في التاريخ، الحروب الصليبية. سنة 1095 ميلاديا نادى البابا اوربان الثاني بابا روما وطالب الشعوب الأوروبية وملوك أوروبا إن هم يتوجهوا إلى الشرق لتحرير المقدسات المسيحية اللي هو قصده بيها بيت المقدس وبيت لحم وغيرها من المناطق. النداء ده استجاب ليه ناس كتير جدا ورفعوا السيوف وهم بيهتفوا الله يريدها، كانت صرخة مشهورة جدا في الوقت ده. القارئ للمشهد ده بشكل سطحي هيقولك دي حرب دينية، دول ناس مسيحيين عندهم حماس ديني وبيكرهوا المسلمين فعايزين يروحوا يحاربوهم وانتهى الأمر على كده. لكن القارئ لتاريخ المرحلة دي هيلاقي الآتي: أولا البابا كان عنده مشكلة أنه مش عارف يفرض سطوته على ملوك أوروبا وملوك الدول الكبرى زي إنجلترا وفرنسا وألمانيا وغيرها. من ناحية تانية كان عنده مشكلة الأمراء الإقطاعيين المشاغبين اللي من وقت للتاني بيشعلوا حروب لأسباب تافهة جدا وبيسفكوا بيها الدم وبالتالي بتسود الفوضى. السبب الثالث هو أن الدولة البيزنطية كانت مصرة على استقلال كنيستها عن كنيسة روما، بينما كنيسة روما شايفة ان البابا هو فوق الملك، كنيسة بيزنطة شايفة ان الملك هو حامي الكنيسة وبالتالي هو مش تحت منها، فكان في رغبة لتطويق البيزنطيين من خلال احتلال المشرق العربي الاسلامي. زي ما احنا شايفين اسباب مادية بحتة لكن مدارية ورا ستار ديني. في قصة تانية بعد كده او كانت متوازية معاها فترة حروب المغول. في معلومة ناس كتير ما يعرفهاش ان الجيش المغولي اللي اجتاح الشرق ودمر بغداد وقضى على الخلافة العباسية كان بيضم بين صفوفه مسلمين. المغول كانوا معروفين بالتسامح الديني، ما عندهمش مشكله خالص في ده، بل ان جنكيز خان كان بيعقد ساعات جلسات مناظرات دينيه ما بين يعني العلماء من الديانات المختلفه. كان ممكن تلاقي كده السلطه الحاكمه المغوليه الملك مثلا على عباده ارواح الاسلاف والوزير يهودي وقائد الجيش مسيحي وجندي مسلم وهكذا. لكن المشكله كلها عندهم كانت في ان هم مؤمنين بتفوق العرق المغولي، وعشان كده حتى بعد يعني بعد فتره هولاكو وجنكيز خان والمؤسسين لدوله المغول اعتنق المغول الاسلام، ولكن لم تتوقف حروبهم، فضلت حروبهم. يعني قارئ في التاريخ المملوكي يلاقي حروبهم بتستمر لحد تقريبا منتصف العصر المملوكي وبنفس الممارسات وبنفس المذابح وبنفس الطريقه زي هي، مفيش حاجه اتغيرت. طب ايه، ما الدين هو نفس الدين؟ الاجابه المصالح. دايما المصلحة بتحرك حتى لو خدت ستار الدين. ممكن على المستوى الفردي على مستوى الجندي مثلا نبص لاعتبار الدين ان هو الشخص ده عنده حماسة دينية بيحارب على اساسها، لكن دايما المحرك اللي فوق بيبص على المصلحة. البابا اوربان كان باصص على فكرة انه يتسيد على اوروبا وانه يمد سلطة الكنيسة الكاثوليكية للسيطرة على بيزنطة، وانه يبعد ملوك اوروبا لجبهة اخرى يتحاربوا فيها زي ما هم عايزين ويحاربوا غيرهم زي ما هم عايزين وتخلالوا اوروبا. المغول كانوا بيبصوا لسيطرتهم قبليا، في الاول القبيله تسيطر على اللي حواليها وبعد كده يسيطروا على العالم كله بغض النظر على الدين، وده اللي خلى ممارساتهم ما تختلفش كثيرا. لكن للاسف دايما بيبقى فيه حاجه بنسميها كده البارانويا التاريخيه، بارانويا اللي هي مرض نفسي اللي هو الشعور بالاضطهاد، انا عظيم انا رائع ولكن غيري بيكرهوني فقط لاني انا. ده اللي هم بيعملوه، ان هم بيقروا التاريخ من منطلق ان احنا محور الكون، احنا العالم بيتامر علينا فقط لاننا احنا. لاننا احنا ازاي؟ يعني احنا العالم كان موجود من قبل مننا وكان بتقوم فيه حروب وكان في ناس بيعتدوا على ناس تانيين، كل ده ما كانش بيتوقف، كانت حركه مستمره. طيب فين الدين منها؟ احنا ما كناش موجودين قبل الحروب دي والحروب استمرت من بعدنا برضو، يعني ما فيش اي حاجه اتغيرت تماما. وقلنا قبل كده لو عايز تعرف قيمه عنصر في معادله لازم تشوف كده تشيل العنصر ده وتشوف كان يعني كانت المعادلة هتستمر ولا لا. شلنا عنصر الدين من المغول، المغول خلاص بقوا مسلمين، يعني شلنا عنصر اختلاف الدين ومع ذلك استمر القتل والتدمير. شلنا عنصر الدين من الفرنجة او الصليبيين في دخولهم للشرق، هنلاقي ان ممارساتهم كلها كانت ممارسات نفعية، لانهم لما جم الشرق كانوا احيانا بيتحالفوا مع بعض الامراء المسلمين ضد بعض زي ما المسلمين كانوا بيتحالفوا معهم ضد بعض برضو، يعني الموضوع كله كان مصلحة. ده اللي بيحصل لما التاريخ يقرأ من نظرة مؤدلجة او يعني نظرة متأثرة بالفكر والايديولوجيا، ما بيتقراش كده كتاريخ كحدث. التاريخ مش مطالب ان هو يجاملنا ولا يجامل نزعاتنا النفسية،
ولا يجامل احساسنا بان احنا في مؤامره علينا. هو ممكن فعلا يكون في مؤامره علينا، بس لو في فعلا مؤامره هتكون مؤامره من الشخص اللي بيحاول يستعدي غيره على الاخر ويقنعهم ان احنا كويسين وكل حاجه تمام، ولكن غيرنا بيكرهنا فقط لان احنا. وللحديث وقف.